ومرحبا بكم جدا في مدرسة هلالية الجزء الثاني. يمكن مستمرين في مدرسة هلالية والحديث أيضا عن الجمهور والتشجيع. وكثير من مشجعين الهلال معروفين زي سليم صفارة، فضل الله الصحاف، وذا الجبل، وأسماء كثيرة جدا مشجعين العمالقة المعروفين في داخل ملعب الهلال، وكذلك طبعا الجمهور الكبير ألتراس الهلال الذين هم لهم دور بارز جدا في التشجيع وكلهم فقودين في الملعب. واتمنى انه يعني الفتره القادمه الاتحاد الافريقي يمنح الهلال فرصه لدخول الجمهور حتى نشاهد الالتراس ورابط التشجيع المختلفه في اداء المهام التشجيعيه. باتمنى انه فاكهه الملاعب وسكر الملاعب وملح الملعب وجلوكوز الملعب وقيمه الملعب وقيمه الهلال نفسها في جمهور الهلال الذي يعني يفرق شكل الهلال بجمهوره من غير جمهور ده لا يختلف عليه اثنين. فتحيه لجمهور الهلال اينما كان مختلف وسماتهم التي ينضمون او ينضمون تحتها. واليوم معنا احد المشجعين المعروفين في الهلال او الحاذبين على حضور مباراه الهلال داخل الملعب دائما، وفي ناس كثير دائما مكهرب فيها الكوره، ده النوع اللي حيكون معنا اليوم في هذه الحلقه، لان دي كمان فرصه للشباب بيحبوا الهلال من حين لاخر صاروا معنا في القناه عشان نسمع كمان رايهم، كما نسمع راي الاعلاميين وراي المدربين وراي المحللين، كذلك نسمع راي المشجعين. هيثم محمد المدني واحد من مؤازري ومشجعين نادي الهلال والحريص دائما على حضور المباراه من داخل الملعب، لكن اليوم شكلك محروم من الدخول الملعب يا هيثم. مرحبا بك. مرحبا بك استاذ النذير، مرحبا بقناه الهلال ومرحبا بكل التيم العامل، وان شاء الله نكون خفيفين الظل للمستمعين والمشاهدين، وان شاء الله نتمنى التوفيق اليوم للهلال ان شاء الله باذن الله. حيث ان شاء الله خايف خيال خايف والله خوف شديد مع انه الكوره يعني اقول لك انه الكوره يعني سهل جدا، لكن بقت الاونه الاخيره انه الكوره ما فيها توقعات. انت قصدك غينيا الاستوائيه ورجوع فاسل الهلال بهدفين أيوة. كان متقدم يعني انا واحد من الجمهور، واحد من الناس اول مره رسمي فريق فاسل الاسيوط، هو صح فريق جديد يعني اول كونه في غيره يعني في مخاوف عديده جدا جدا جدا. نتمنى 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 الليل الهلال ان شاء الله يعني لا حسيت ولا خايف يعني هو ظهر على جدا. طيب سؤال يعني المشجعين اللي بيختلفوا في نوع بيقول لك والله انا الكوريه ما ادري عايل الشاشه زاد الا اسمع في الراي، في نوع الراي واحد يقول بس وريني النتيجه بس، فحت داخل الملعب لو في ضربه جزاء مثلا للهلال خليك من الفريق المنافس تلقاه عامل اسقاط من الملعب يعني يدري عن الملعب. وفي نوع مثلا ليش دول الصباح بتحكي تلقاه مثلا متوتر كده يعني نيرفس كده يعني مشتت كده يعني انا شفت الناس كلهم انواع شفتها، فحت تلقاه بارد جدا هو مشجع الهلال جدا لكن تلقاه بارد جدا يعني تصل خلاص لكن زي نوع يقدر يصير في طوالي الرجل زي ما يقول الراحل المقيم عبد المنصف الصديق يعني. أنا واحد من الجماهير ما بيستحمل إنه غلب الهلال نهائياً يعني في السنوات العديدة يعني أنا كان الهلال يكون مغلوب أنا دائماً بمشي المستشفى يعني باخذ أكسجين وقتي. أيوه. بتذكر في كور من الكور الهلال كان لاعب أفريقياً أنا زي ما بقول دكيت المدرسة من الساعة 12 أنا كنت قاعد في الاستاد الكورة تكون بدت والهلال ده في اول ربع ساعه كان تقريبا مغلوب 2-0. انا ثاني ما وعيت، انا وعيت الا بنفسي انا في المستشفى. يعني ذكريات الهلال الزمان الجميل ان شاء الله، ان شاء الله يا اخي الهلال اليوم قدم كوره جميله ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب عدم موافقه الاتحاد الافريقي على دخول الجمهور الملعب واثر على المباراه، في رايك هل اثر على المباراه ولا ما فارق؟ لانه الهلال له زمن طويل بيلعب من غير جمهور حتى على مستوى الدوري الممتاز. طيب نبدا بواحده انه يعني عدم الجمهور سنذير انه اول حاجه هي عقوبه من الاتحاد الافريقي ضد الهلال، كان بتذكر في اخر كوره من الاهلي المصري وغرامه الهلال تقريبا يعني معادل $100,000 تقريبا، وانه تم تخفيض العقوبه الى مبارتين وجمهور الهلال شرس يعني جمهور واحد يعني كان من صفوه واحد من الجماهير يعني العظيمة جدا في الوطن العربي والافريقي، اي فريق عربي اي فريق افريقي بخاف من حيث من جمهور الهلال هو رقم واحد في الملعب، ولكن في الاونه الاخيره في ما اقول الجمهور الكل لكن يعني بعض الجماهير يعني ممكن تطلع من طور. يعني اتمنى اليوم يعني هو في مقبل المباريات ان شاء الله يعني الجمهور يكون بس في دور ملتزم في دور التشجيع في دور التحفيز بالنسبة للعيبة وإن شاء الله بالتوفيق رب العالمين إن شاء الله الكورة جميل. طيب ذكرت إن الجمهور مرات يكون يعني كانوا يقولون إنه مرات يكون خاص مرات يكون مفيد. طيب السؤال اللي كنت
اللاعبين هنا كلهم لاعبين جدد يعني لاعبين قدامى ما حضروا مثلا خصوصا كلهم في عهد الكوفيد 19 اغلبيتهم يعني الا مثلا طلع الشغيل وليد الشعله محمد عبد الرحمن بعض الاسماء القديمه يعني في او مثلا في 20 كان في المريخ طلعوا على جمهور المريخ كان برضه عندي جماهير كبيره لكن عدد اللاعبين كلهم جدد لعبوا في انديه نعم عنده احترام ومكانته جمهور لكن لا يرتقي لجمهور الهلال في الكره الافريقيه 40 50 الف مشجع 40 30 الف مشجع على الاقل بحنجره واحده فهل ترى انه غياب الجمهور افضل لهم يلعبوا تحت ضغط جماهيري كمان وصعب المباراه ولا في رايك انه هو مفيد او خصم عليه؟ والله كهو انه الجمهور انه حافز يعني يخليك تقدم كوره يعني بتملك كل ما عندك كل ما يبقى ما عندك انت حتقدر تملكه بالنسبه للجمهور يعني حتلقى التشجيع حتلقى المؤازره انت يعني بتكون بروح معنويه عاليه جدا 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 هي دول بتجو الرهوه بتاعت الجماهير بتجو الرهوه بتاعت البدايات انه كما تمشي في حته في يعني في مكان شغل في مكان بغض النظر عن اي حاجه كانت تمارين انتقلت لفريق ثاني انت بتكون في الرهوه بتاعت البدايات لكن الهلال معود تماما يعني هي يعني جمهوره يعني خلف في كل المباريات وكل يعني الا في الاونه الاخيره انه جمهور الهلال هذه ما قلت لك فيها بسيطه انه الفئه دي يعني ما نقول كل جماهير لكن ان شاء الله يعني ازمه بتعدي باذن الله والناس تتفاهم وان شاء الله بالتوفيق للهلال ان شاء الله باذن الله. طيب الجمهور برضه كمان عنده دور في السوشيال ميديا وكثير مثلا بيأثر في قرارات الانديه خصوصا في الفترات كثيره كان ممكن تلقى الجمهور مؤثر في قرارات المدرب حصل في نادي الهلال تلقى الجمهور بينتقد لاعب بشده يقول اللاعب ده والله ثقيل واللاعب ده كعب واللاعب ده والعكس ممكن يرفع سكور لاعب في السماء ده هيدا من نوع الجمهور ده ورايك في السوشيال ميديا واثرها والناس كلهم بيقوا مدربين وكمان برضه تاثير على اللاعبين برضه على الاداره طيب كمان السوشيال ميديا عموما هي زي ما نقول مدرسه مفتوحه لكل الجميع واحد انه يعني انا واحد من الناس يعني اتحضرت كثير بسبب هذه يعني المداخلات اتحضرت كثير بيحضروك اي هي في الغنى يعني يعني مثلا يا اخي يا اخي ما لعبت الفلان الفلاني في حين انه المدرب ادرى ادرى بظروف اللاعب المدرب ادرى باللاعبين المدرب ادرى بطريقه اللعب ادرى بالفريق الثاني كل ظروف واللي كل مباراه عندها ظروفها الخاصه كل لاعبين حضروا في صحه الهلال والله يا اخي ممكن اقول مشاهدنا انا واحد من الناس ما برضى يعني هزيمه الهلال نهائيا 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 افريقيا محليا والله يا اخي الاثنين انا غير هلال ما قاعد اشجع يعني هلال ومنتخب السوداني فقط بس فقط ولا علي معنى ونهائي ولا برشلونه ولا اي حاجه بس الهلال ومنتخب السوداني المنتخب السوداني كويس. طيب ده السوشيال ميديا انه مرات الواحد بي زي كده بيوجعه او بحاجه جواه يعني انه بيحب الهلال ده خلاص ما دام بتضيع حاجه كان لاعب بقى نجم النجوم وغلطه واحده مش انت هذا نجمك انتهى اليوم ده انه اسوء لاعب وممكن تسيله في الصفحه ممكن تعمل كده كثير انا واحد من الناس اللي ما غلط يا هيثم يلا هي غلط لكن ده يعني ممكن اقول لك اسوي نذير غلط لكن زول برجع في غلطه كلنا ما معصومين لكن انا بقول لك انه الحاجه دي لا اراديه انت اضطر ده انه الهلال يتغلب يعني دي حاجه مننا فينا احنا قمنا فيها كده ما بنرضى حاجه اسمها الهلال يتغلب بغض النظر دوريه وديه افريقيه عربيه يعني ما بنرضى خساره نهائيه يعني الكوره الكوره القدم معتمده على ثلاثه فوز تعادل غلب لكن انا واحد من الناس بقول له الهلال يعني يغلب بس فوز فقط التعادل ذاته ما قاعد ارضى يعني واحد من الجماهير يعني طيب بديت شيء الهلال 200 هذا والله انا من قمت هلال ابي من قمت كده يعني انا هلال ابي جينات يعني زي ما قلت جينات وراثه ما عندنا يعني في اهلنا كده من الرخاء يعني احنا كله في الهلال يعني زي ما بيقول الحمد لله والهلال زي ما يقول جاري في دمنا جميل. طيب حنمشي معاك في حاجات كثير جدا ممكن نتكلم فيها كنت واحد من مشجعي الهلال وعشاق الهلال مباراة اليوم فيها ترقب ولا يعني ترقب من النتيجة ومرتاح ولا في خوف من المباراة؟ طيب أنا أقول لك إنه مباراة اليوم دي يعني هي فيها خوف واحد إنه الخوف مثلا ندخ إنه يعني الهلال كان متقدم يعني بهدفين في أقل من 5 دقائق الفريق فاصل تعادل دي مؤشر خطير جدا 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 بالنسبة لدفاع الهلال يعني في استهوان واستهتار من ضمن يعني مدرب عارف بالنسبة للعيبة في استهتار بالخصم. أتمنى اليوم يعالجوا المشكلة دي وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني نطلع بنتيجة إيجابية جميلة جدا جدا ترفع كل الشعب السوداني
وان شاء الله يعني منصورين باذن الله. توقع مباراه كم كم؟ والله ما اقدر اتوقع لكم، بالعكس لانه انه يعني في كوره زي دي ما فيها توقعات، لكن اتمنى اتمنى ان شاء الله الهلال يعني يغلب 2-0. يعني لي حافز كثيره يعني تخطي الدور الاول يعني ثاني ثم يعني حاجات كثير جدا في ايجابيات كثير من أيوة. الفوز اليوم ان شاء الله ان شاء الله. انا ما اتوقع ثلاثيه، اتوقع تالق لاعب معين باسمه، وهل اذا عبد الرحمن ما لعب باثر في المباراه برايك؟ انا اتوقع اليوم اتوقع يعني اذا بدا ان شاء الله اساسي محمد موسى اذا بدا اساسي ان شاء الله الليله في الهجوم، او اذا لدى الشوط اللعب الثاني او ان شاء الله يعني اتوقع حيكون المباراه محمد موسى كويس نشيط توقعاتك ان شاء الله ان شاء الله. هو طبعا لاعب كبير لعيب مميز، حتى لو يعني الفترة الأخيرة كان بعيد شوية من المشاركة، لكن ايوه لكن يبقى لاعب مؤثر يعني حاسس له حساسية جدا جدا بالشباك يعني هي كورة يعني انه دخلوك كبديل او بادي اساسي انه قاعد يحسم الكور في الاوان الأخيرة قبال يعني محمد عبد الرحمن هي كورة في الموسم الفاتر الموسم القبلة انه محمد موسى هي كورة رياضية او كورة محلية محمد موسى يعني بيحسم النتيجة. تعال ورا الملعب ولا التلفاز؟ في وضع طبيعي قبل الحرمان في وضع طبيعي يعني اذا كان طبيعي في الاستاد في كوره في الاستاد في الاستاد موقع كوين في الجوهرة وفي الملعب الجديد انا بالمحصوره الجانبيه الجانبيه ايوه. طيب بتحب تلبس ليس معين ولا ما فاهم؟ والله يا بس يعني على حسب ثاني لكن حسب ظروف الشغل جاي الشغل دي والله يا زمان قلت لك المدرسه مش هدوم المدرسه يعني يكون من الشغل بمشي طوالي من الشغل بمشي الاستاد انه تكون شروط بس متذكر انه اليوم الليله هلال يلا يلا ان شاء الله يغلب لانه دي الحاجه الوحيده اللي بقت حاليا في السودان تبي تفرح الشعب السوداني كهلالاب او كمريخاب او كعموم كسوداني كوره أيوة. الكوره الحاجه الوحيده حاليا في السودان هي اللي بتفرحنا. طيب ليه الاستاد افضل من البيت؟ ما تقول عشان البيت مسترخي قدام الشاشه قدامك كوبايه بتاعت قهوه وشاي ولا جوط ولا يعني طيب ولا بطر صبت ولا طيب معلش انا حادخل لك في نقطه يعني ليه الاستاد اعذرني الاستاد انا بلقى راحتي اكثر يعني عكس انه يعني في الغناء او في التلفزيون واحد الاخراج بيكون سيء جدا جدا او معلقين سيئين جدا جدا. انا واحد من الناس اللي شاهد كوره للهلال الدوري الممتاز او افريقيا بكفي للتعليق او بعمل ميت للصوت يعني بسمع يعني بس صامت. الحاجة الثانية طبعا هاجم في الإعلام وأنت ما عارف الغلط هاجم فينا أنا مش بهاجم فيك أنا قاعد أوصل رسالة معينة إنه يعني ما غنت الهلال أيوه إنه ما غنت الهلال إنه الغناء الناقلة الناقلة للدوري يعني. للدوري الممتاز يعني أتمنى من الاتحاد العام إنه يشيل يعني يعني يشيل لا بالنسبة حسب ما هي الراعي الرسمي غنت الملاعب والنقل الرسمي بالنسبه للدوري الممتاز قناه الملعب اتمنى يدي يتيح الفرصه لباقي القنوات السودانيه. جميل. طيب المباراه السابقه اللي هي كانت في اثيوبيا نحن كنا حاضرين في الملعب بكاميرات الهلال الواسط زميلنا العزيز خالد عراقي لكن ما تمكنا من نقل المباراه لانه فاسر رفض. كيف تابعت هذه المباراه؟ يعني المباراه تكون يعني من ناحيه صعبه جدا انك تتابع مباراه وهي ما منقوله اصلا وتابع اخبارها مثلا فدي برضه كان يعني بيعاني الجمهور صراحه من الناحيه دي هنا عدم النقل التلفزيوني مرات حتى تقطع الصوره في الدوري يعني تقول في بعض المباريات في الدوري بتكون منقوله الصوره بتكون تقطع 5 10 دقائق ربع ساعه معلش عذرنا سنزل انه انا بقول يا اخي انا ما اعرف انا حوجه رساله كده من هنا لقناه الملاعب انه لا تصلح كبيره قدام يعني لا تصلح لها قناه الملاعب لا تصلح لنقل مناسبه ما بالك دوري ممتاز لا تصلح لنقل بدون احترام وتقدير للون انا واحد من الجمهور بوصل يعني صوتي عبر قناه الهلال انه قناه الملاعب لا تصلح لنقل الدوري الممتاز فهذا هو شخص يحترم كان يحترم كزملاء والله ناس بيقدموا عمل في النهايه والتهدين وفي ظروف صعبه جدا لكن برضه يحترم رايك ده رايك في النهايه شخصي هل انت مسؤول المسؤول عنه ما كان رايك ما كان رايك برضه بنلاقي صحافي في الكره السودانيه شايف الملاعب عامله كيف شايف كمان المناطق البعيده في الخرطوم في الخرطوم لا يتوقف ما في سوى ما في خرطوم يعني في الخرطوم طيب ده رايه احترم منك جاهز ما في مشكله نمشي معاك اتمنى معلش اتمنى يعني تكون في كفاءه اتمنى تكون في كفاءه يعني بالنسبه للمخرجين بالنسبه للمنتجين بالنسبه للمصورين انت كغنى يعني غنى ناقل دور ممتاز يعني اتمنى تكون في كفاءه حتى حاليا يعني انا ممكن اقول لك بصوره داريه في عشوائيه في النقل
انت كمشجع رايك كده؟ ده انا رايان واعتذر اي راي هلالي او اي راي سوداني او اي دول بتابع الدوري الممتاز ما حيقول لك يعني مين اللي حيقول لك كلام اللي حيكرر لك. طيب اذا كره الكره الافريقيه المقوله منقوله او بيترفض الانديه نقل المباريات زي الكره هنا مش هنا فاز الكلام وكبيره كانت موجوده لكن منعوها من النقل بتابعوها كيف؟ او انت بتتابع كيف؟ والله يا اخي انا بقى يعني كل 10 دقائق 5 دقائق بفتح الراديو يعني بتابع اذا كان منقوله في الراديو بقوم ما قاعد افتح الراديو ما قاعد اسمع لانه بكون متوتر او كله مصيصه الدقر تلعب الدقر تلعب الدقر الراديو انا ما بكسر وان شاء الله التوفيق للهلال اليوم. طيب حسام في حياة كثير ممكن نتكلم معك فيها اللي هي يعني مباراه تحضرتها في الاستاد وبتتمنى تيجي تحضر المباراه يقول يا سلام ماتش ده نفسي احضره ثاني او احضر ماتش زي الهلال يلعب وانا اكون فرحان اطلع مبسوط من الاستاد ومش عايز اصحابي او مثلا نمشي لنا سهر الصباح في كوره بتعمل كده ناس مرات. ايوه كده ذكرنا كوره تحضرت الاستاد وطلعت هنا فرحان فرحه غير عاديه مع الهلال. بذكر كوره الهلال والنهلي المصري 2007 الكرة تاريخية طبعا 3-0 اي انا كرة هلال دي انا من الساعة 10 انا كنت في الاستاد 10 صباحا انا كنت في الاستاد الساعة يعني الزمن ذاك 2007 انا كنت سابع او ثامن يعني كنت لسه طفل يعني ايوه بتذكر كل يعني ذول يكون ماشي يا عم عليك الله يخليك يعني انت تحضر يعني اتمنى كان اليوم ذاك يعني اليوم ذاك كان يوم تاريخي جدا 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 وان شاء الله ان شاء الله يا اخي الايام تعود جميل. طيب مباراة صعبة حضرتها واحبط لك احباط شديد عكس الاهلي المصري انك انت بالنسبه لك يعني انا بالنسبه لي كره الهلال برضه تقريبا في 2007 انا بتذكر الهلال انا قلت لك انا منه مشيت من المستشفى الهلال اورلاندو جنوب افريقيا اورلاندو باتريس ايوه الهلال كان في اول ربع ساعه والانسان مغلوب 2-0 يعني هناك كوره ديك أنا ما وعيت إلا يعني بعد الكورة انتهت أنا والمستشفى حتى مروا إنه هلال بقى يعني هلال غلب 4 سكر تقريبا. أنت قصدك الهلال تقريبا وفريق الجنوب السوبر سبورت حاجة فريق أورلاندو أورلاندو جميل نوع فريق جنوب أفريقيا أيوه جنوب أفريقيا بذكر الهلال ده تطور يعني زمان كان في تراب في عاصفة عرفته في مطر رزاز بذكر الهلال من جهة من الجهة الشرقية للجهة الشمالية وما أورلاندو أكيد ما أورلاندو أورلاندو بالأصفر أيوة بالأصفر أصفر أزرق أيوة حتى اليوم حتى اليوم اسمه استعدوا حاليا لكن هو الفريق أذكر كان 4-2 تقريبا أيوة الكرة 4 جو تراب كي كان أيوة أيوة أنا وأنا الكرة دي حالك هلال بالجنب حالك هلال هنا حالك هلال في النص حالك هلال ورا يعني عامل هلالات في شعرك كل وتبي ما تغيرت كي كده جال فاز هنا يعني من صحيح كده أنا ما كنت واعي بنفسي إنه عبد هلال جار هنا من صغار ما منظر خليكوا صن داونز نفسه صن داونز صن داونز ما قلنا سوري سوري نعم اقول صن داونز وثاني فرحه يعني فجاه كده لقيت روحي انا بنطط الدكتور يا دول اقعد في المستشفى في المستشفى طيب دي كل حاجات مهمه جدا مباراه المنتخب الاخيره قلت انت تشجع هلال المنتخب كان في احباط كبير جدا كمان برضه يا هيثم ممكن الناس الان بتخاف يقول لك والله احنا نضمن الكوره يعني الناس بتقول لك احنا نضمن الكوره السودانيه فهو ده نفس اللاعبين بيلعبوا في المنتخب بيلعبوا في الهلال في المريخ نفس الانديه بيقول لك انه ما ممكن يدوك ماتشين مع بعض التخوف ده من شنو يعني؟ طيب انا او الاحباط سوى يعني تتيح لي انه يتكلم في نقاط عديده بالنسبه للمنتخب انه المنتخب السوداني في الفتره الاخيره يعني بيقدم مردود طيب جدا 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 وبيقدم كوره صفحه جدا جدا لكن في اخر كوره لما المنتخب السوداني اللي احنا تعودنا عليه أنا دار رسالة بالنسبة للناس المسؤولين للمنتخب دار وجه رسالة كيف يتم اختيار العناصر بالنسبة للمنتخب واحد اثنين في لعيبة يعني ما هلال ومريخ بس في لعيبة يستحقوا أن يكونوا في المنتخب أفضل من هلال ومريخ حتى حاليا اللعيبة اللاعبين أفضل من اللعيبة الحاليا اللاعبين بتمنى أن المدرب فليوت وكابتن خالد بخيت انه يعيد ترتيبه وراه وان شاء الله يختار المرحله الجايه خساره تكتب النهايه المطاف يعني لسه يعني ما توقعنا انه الكوره يعني الكوره الاخيره ما توقعت انه انا واحد من الناس توقعت انه المنتخب يكون غالب 4-5
لكن وجدت احد الكوره قلت احتمال المخرج يكون غلطان كاتبينها غلط قلت المخرج يكون غلطان كاتبها غلط يعني انصدمت يعني صراحه كده انصدمنا من المنتخب يعني جيت داخل بيت 2-0 لقيت نفسي قلت المخرج يكون غلطان كاتبينها غلط لكن ان شاء الله ان شاء الله اتمنى التوفيق للمنتخب في قادم المباريات ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب حسام ممكن نواصل معاك ان شاء الله لكن خلينا نمشي مع مخرجنا يستريح شويه مع لحن او قبل ما يمكن نطلع فاصل خلينا كمان نختم معك يا هيثم قبل ما نطلع الفاصل القادم. وانا شاكر جدا وجودك معي كمشجع هلالي ومميز جدا. ورغم انه في واحد ارسل لي رساله قال لي يا هيثم ده يعني نحس في الملعب مره يجي كره الهلال بينغلق كانوا صحيح ما شو الاتحاد ضرب عرب ما شو قال لي ده نحس في الملعب. انا ما حصل الهلال دخلت كوره تغلب ما حصل ما حصل لا ده فرقيا محليا. طيب محلي ما نادر شكرا لك يا سعد جيتك معي اليوم الله يخليك. شكرا استاذ ندير وان شاء الله نكون خفيفين الظل على المستمعين وان شاء الله ان شاء الله يعني نتمنى للهلال التوفيق اليوم. اتمنى من اللعيبه يعني يكون قدر المسؤوليه قدر المهام وان شاء الله ياخذ منتصرين باذن الله ان شاء الله. شكرا لك يا سعد. شكرا المدني مشجع الهلال المعروف وواحد من المشجعين المميزين فالمحبين للهلال كان معنا اليوم ودائما نقول له ندي فرصه ان شاء الله لمشجعين في كل مباراه افريقيه عشان كان نشوف رايهم في هذه المباراه. هم ظهر بارز جدا وكما ذكر اليوم مجموعه الالتراس لانها حاضره في الملعب وخارج الملعب لمؤازره اللاعبين دعت كل المجموعه للحضور. فنحيي الالتراس ونحيي كل رابطه التشجيع الهلاليه امنياتنا لهم بالتوفيق ولهلال السودان اليوم بالانتصار يسعد الجماهير والقاعده الكبيره. فاصل ثم تحول لحدث حديث مع واحد من ابرز نجوم هلال 2007.